أريدك أن تعرف أنه ما ذمت الدنيا من أجل الدنيا، إنما ذمت الدنيا لسوء فعل أهلها وغفلتهم عن الآخرة، وإلا فهي طريقنا إلى الآخرة، وفيها نتزود من العمل الصالح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أما من أخبارها فجديدها يبلى، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، حيها يموت، وخيرها يفوت. لو لم يكن فيها عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها، هذه حقيقتها. سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. خلقها الله، يعني الدنيا، خلقها الله للامتحان والابتلاء، كما قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الناس فيها على صنفين: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، وهم أيضا على حالين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اسمع رعاك الله ماذا أعد الله لهؤلاء وماذا أعد الله لهؤلاء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. النتيجة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحبتي، ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا، فإن هذا ليس بالإمكان، ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.